أقول لكم طبعا أول شيء كل عام وأنتم بخير، وحشتونا كثير كثير كثير، وبداية سنة دراسية إن شاء الله وعمل طبعا، وبدأت الحياة من جديد وأخذنا إجازة بما فيه الكفاية. وأقول لكم كلمة واحدة لكل بداية نهاية، فانتهت الإجازة ولكن بدأنا معاكم إن شاء الله بموسم جديد خفيف لطيف لكل محبين برنامج ساعة شباب اللي طبعا في تقديمه أنا كابتن ريما وتراد سندي ولم يغالب. وصلنا معاكم لآخر فقرة اللي بنقدمها لكم إن شاء الله وبتستانسون فيها معانا، نغير لكم جو شوية، الناس اللي رجعت الحين من الدوامات والناس اللي طلعت من المدارس، بنعطيكم شوية دندنة من صوت أنا سميته الصوت الحنون. ريما كل عام وانت بخير. تحس اني انا تكلمت فرحانه، عرفت وينك قطيت علينا والله عاد يعني كنا نغير جو شوي. عموما طبعا فقرتنا الفنيه ولازم اكيد نسلطن في اول حلقاتنا لهذا الموسم، وحيكون ضيفنا اختار مجال الغناء والفن من عمر 7 سنوات، من عمر جدا صغير وساعده في هذا الشيء انه عاش في بيئه فنيه من صغره. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الفنان محمد هاشم، حياك الله معنا في ساعه شباب. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله كابتن ريما. حياك الله وحبيبي طراد، الله يعطيكم العافيه والساده المشاهدين، ونقول للطلاب والطالبات ان شاء الله يا رب سنه دراسيه موفقه ان شاء الله. هذه من غير طقطقه، هذه من غير طقطقه، بالعودي دندن لهم بدينا. طيب فناننا الجميل محمد هاشم كذا يعني حابين ان نعرف وكمان الناس يعرفون عنك، يمكن او في الجانب هذا ما يعرفون عنك كثير، انك بديت الانشاد من عمر 7 سنوات وبعدين كملت احترافيه في الفن وفي مجال الفن، وطبعا ما شاء الله ما يحتاج صوتك يعني كفيل انه يكون في مجال كبير زي هذا، فياريت كذا تعطينا نبذه عن الموضوع هذا، كيف انتقلت من 7 سنوات من مجال الانشاد ودخلت في احترافيه الغناء؟ طبعا انا السؤال ده سالته مليون، دحين مليون وواحد. فطبعا دائما المقابلات تكون متى بدات متى مش عارفه، عن الانسان يتخلق بموهبه يعني اكيد. وانا بدات ستي الله يرحمها وانا صغير لسه طفل يعني في مكه وكذا، فكنا يعني في المجالس المكيه دائما تعتمد على الجلسات اللي هي الدينيه الانشاد والابتهالات. فاختصر لكم الموضوع، اللي ما تاسس على هذا الشيء من الطرب، خليني اقول الطرب الصوفي او الان ما حيقدر يعني يقدر يمسك مقام، حيصعب عليه يعني بعد، حيصعب عليه طبعا. وانه التعليم في الصغر طبعا مهم جدا، انه يكون في الفنان عنده موهبه، اصلا الانسان يتخلق بهذه الموهبه بالفن باي موهبه اخرى، ولكن تسقل هذه الموهبه بالتعليم بالاسئله طب كيف كذا. انا كنت يعني اجي ما اجلس مع الناس الكبار يعني اعرف انه هذا مثلا مقام الرصد مثلا، فاسوي نفسي اني ما اعرف يعني، اقول له والله ايش المقام السيكا ذا الحلو، يقول لي يا واد ايش قاعد تقول انت ايش سيكا، فخليه يعلمني اكثر فاتحايل عليه عارف. حلوه الطريقه هذه. ايوه فكذا يعني روحي كذا بالمجسات بالابتهالات، المجس طبعا والابتهال والدانات طبعا والاشياء الثقيله دي حقتنا احنا، هي مقامات الجسيس تساعد اذا كان واحد جسيس يساعد اكثر انه هو يتعلم. صعبه مع احترامي الان كثير يعني ما ابغى اذكر اسماء، كثير يعني بيطلق نفسه او يقول انا الجسيس الفلاني او هذا، بس ما عنده اساسيات للاسف. لازم يكون عنده اساسيات، متربي صح على المقام كويس، يقدر يقول ويدخل كيف ويخرج كيف ويبحر كيف. يعني الفن ترى شيء انا اسميه سهل الصعب، يعني سهل ممتنع وصعب في نفس الوقت، انك انت تطلع امام جمهور وتغني امام مثلا زي دار الاوبرا في القاهره وكذا، وتطلع تغني امام عمالقه جالسين. احنا راح نرجع ان شاء الله بالضبط يعني ايه. مثلا فانت يبغى لك تكون يعني يا انك تكون انسان كفو لهذا المكان او انك تنسحب او انك والله شوف محمد، يعني في امور كثيره فعلا واحد ومقاييس معينه لازم تنطبق على اكيد كثير من الناس، ولكن الان تختلف المقاييس بسبب السوشيال ميديا وغيرها. لكن احنا خلينا ننتقل لموضوع جدا مهم، هو اول انطلاقه لك باغنيه حبيبي احبك، كانت بعنوان حبيبي احبك، بعرف بس كيف كانت الردود وردود فعل الناس؟ والله جميله جدا، بحكم انه الكلمه الحجازيه البيضاء زائد الايقاعات الخليجيه اللي هي المودرن اللي موجوده في الساحه، زائد انه انت بتعيد صياغه الكلمه اللي فقدت في الساحه. الكلمه الحجازيه الله يرحمه طلال يعني اخر واحد يعني هو يعني هو طلال سلامه طبعا ما زال الفنان، اوجه له تحيه، وانتم بتواجدكم كمان والاستاذ محمد عبده طبعا، لكن احنا نتمنى انه يعني
برضو اللهجة الحجازية تعتبر يعني شيء حلو رائع. طب نسمع كلمة حجازية حبيبي أحبك ولا ما نسمع؟ هذه لازم تدندلنا يا يعني. نسمع حبيبي أحبك نسمع. نطرب الـ بتوع المدارس والشغل بتوع المدارس يا متعلمين تحرق عليهم حرام عليك. لا لا حالي حالهم يعني مرة واضح نهدي لكم أعصابكم. يعني نقول كده بس شوية منها. حبيبي أحبك من قلبي أحبك حبيبي أحبك من قلبي أحبك فيك فيك الحلا كله أجيك وقلبي أسعد. حبيبي 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 أحبك حبيبي 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 أحبك حبيبي أحبك من قلبي أحبك حبيبي أحبك من قلبي أحبك فيك فيك الحلا كله أجيك وقلبي أسعد. حبيبي 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 أحبك. الله طرب الحصين. طيب أنا عندي كذا محمد سؤالين من يعني سؤال من شقين على ما يقولون. السؤال الأول أنت طبعا شاركت في أحد المسابقات المعروفة وأثناء مشاركتك طبعا سويت مضاربة. لا لا ما ندخل المضاربة هذه خليها بعيد عن محمد. بس محمد تحس أن هذا الموضوع أو مشاركتك في هذه المسابقة أضافت لك طبعا. والسؤال الثاني ليش يعني يمكن وجهة نظري أنا إحنا نشوف مثلا أن الأغنية الحجازية نوعا ما مظلومة في الوطن العربي. ما نتكلم مثلا على اللهجات الأخرى نعم. لكن أنا أحدد عن على اللهجة الحجازية والأغنية عفوا الحجازية تحديدا ما تلاقيها مثلا لها باع. يعني أنت قبل شوي قلت أنها انتهت مع زمن الله يرحم طلال مداح الآن موجود الفنان الكبير طلال نعم. سلامة إيه نعم. بس ما تشوف أنها مظلومة نوعا ما يعني ما أقدر أقول أنها هي مظلومة ولا في نفس الوقت أقدر أقول أنه والله الفنان يعني في تقصير من ناحية الشعراء. طبعا أنا إلى الآن ما زلت أتعامل مع الأستاذ الكبير جواهرجي الأغنية السعودية والدي طبعا إبراهيم خفاجي والد الفنانين كلهم وما وآخر أغنية عملتها كانت باللهجة الحجازية بس في نفس الوقت خليجية ونجحت يعني ما شاء الله تبارك الله. أنا شفت ردود أفعال كبيرة في الوطن العربي خاصة في العراق. يعني أنا الشركة اللي أنا بتعامل معها في العراق مع صديق لي كان معايا في ذا فويس أوجه له تحية كرار صلاح كان لما نزلت في كل الإذاعات في العراق. عندنا في السعودية قليل ما يجي يقول لك مثلا محمد ألو إيش عندك جديد أعطينا أرسل لنا. الإذاعات طبعا في تقصير عندنا في الإعلام طبعا هذه حقيقة واقع يعني ولا أقدر أخبيه يعني. ولكن أنا مبسوط جدا إنه الأغنية الحمد لله يعني بعد تعب شديد إنها نجحت لقيت نجاح ولقيت مشاهدات عالية الحمد لله وإن شاء الله قريبة ممكن كلماتها قريبة من القلب بالضبط. وفي نفس الوقت الآن عندي برضو نفس الشيء عندي أغنية يعني أنا أقدر أقول لك مو حجازية كلمة بيضة اسمها أنا كده. صارت الناس دحين ما يبغوا حب وحبيبي وأحبك وخلاص يبغوا عنفوان من جد. دحين الناس كلها تبغى إيش تبغى اعتزاز في النفس صحيح صادق خلاص الناس يعني ملت مع الحروب ومع الدا والطفش خلاص يبغون شيء مختلف. فأنا أجلس دائما مع صديق لي أوجه له تحية حبيبي وأخوي هتان مراد نقعد نكتب ونلحن مع بعض. فكتب لي أغنية اسمها أنا كده شايف كده وما اقدر اكون خلصت ولا لسه خلاص الان حتنزل ان شاء الله. طيب جديدي الان هو حيكون انا كده. احنا لما ننتقل لها بس مو الان إيه؟ بس انت في ظل كل هذه الامور اللي انت بتسويها إيه؟ محمد يعني وخط في تجارب كثيره وجميله نعم. برضو من ضمنها والجدير بالذكر غنيت في الاوبرا 2014 مثلت المملكه مع خليج الفنان طبعا. نعم الفنان عباد الجوهر اكيد وتحديدا في اليونسكو كانت قبل لا اليونسكو كانت مع الاستاذ عبادي أيوة. وفي برضو غنيت مع الاستاذ الفنان محمد عبده برضو في آخر حفلة في القنصلية نعم. كيف كانت التجربتين هذه؟ حلوة جدا وأنا مو أول مرة طبعا أغني مع الأستاذ عبادي وأستاذي وحبيبي وعلى فكرة آخر حفلة أخذ العود ده وقاعد أندن فيه وقال لي كم تبغى فيه
قلت له والله بين يدك يا ابو ساره يعني. قلها كفايه انت عزفت عليه. طبعا فاعجب في العود وحط العود حقه فكملنا الليله بدال. ايش مكتوب على العود عطاري؟ محمد هاشم. محمد هاشم. اوكي طيب جميل جدا. فعلى السيره دي غنيت طبعا مع الاستاذ محمد عبده حبيبي واستاذي في كذا مناسبة طبعا، في حفلات طبعا خاصة وزي كذا، وإن شاء الله في شهر مي أي هذه في حفلة حتجمعني مع الأستاذ محمد. هذه حصرية إن شاء الله بإذن الله. لازم إحنا مهم عندنا حفلة. طيب إن شاء الله. فنان الغالي محمد هاشم كذا يعني عندي شغلة أبغى أعرفها. حسبت حتطلب أغنية طلب. بطلب بس كبر وبرضه حلو. أيوه هذه أنا هديها لنفسي. هذه وراها قصة، في وراها حكاية، ولا نقدر نقول إنها أغنية؟ لا 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 زي ضمن الأغاني. أنا أقول لك هذه الأستاذ عبد العزيز النجامي أوجه له تحية، هو اللي كتب إلا الشديد القوي للأستاذ محمد عبده. وتقابلنا أنا وهو وغنيت له كثير، غنيت له سعودي وأنا أفتخر، ضربت الأغنية برضو في اليوم الوطني وعملت مشاهدات حلوة الحمد لله. بعدين صار في تعامل، غنيت له الجدة عروس البحر أغنية وقال لي يا أخي أنا عندي أغنية كتبتها وأبغاك تشوفها. كبر وبرضه حلو، أعتقد بيعاكس فيها يعني، أو إنه بيتغزل في زوجته مو عيب. مو غلط يعني، فكتب لها كبر وبرضه حلو، فالكلمة أصلا جديدة يعني التركيبة واللحن والصياغة كانت حلوة. فعندي صديقي حسن الحسن الله يعطيه العافية، فنان طبعا ملحن وأستاذ، قلت له أسمع شوف الكلام ده إيش رأيك نعمله كده على إيقاعات خليجية جديدة، ونبغى توزيع كده خطير يعني في نفس الوقت يحبوا الشباب والكبار يغنوا يعني كبروا برضو حلو. طب خلينا نسمع الناس كبروا برضو حلو. طب ليه ما نسمعهم من اليوتيوب يعني؟ لا احنا نسمعهم هي عشان نسحبهم على اليوتيوب. نسمع نسمع نقول منها كده شيء بسيط. طب اهديتيها انت ولا لسه؟ خلاص اهديتها لنفسي. نفسك طيب. كبروا برضو حلو، كبروا وزاد بغلاء، جننا هذا الحلو ما شفنا زي حلا. كبر وبرضه حلو، كبر وزاد بغلا، جننا هذا الحلو ما شفنا زي حلا. شوقني للي كان وكان يحب وكان، رجع عهد الغرام كأنني بأوله. شوقني للي كان وكان يحب وكان، رجع عهد الغرام كأنني بأوله. كبر وبرضو حلو، كبر وزاد بغلا، جننا هذا الحلو ما شفنا زي حلا. الله 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 يعافيك. طب بنعرف محمد الان في اعمال انت نزلتها، في هل في عندك افكار الان جاهزه غير اللي عندي ذكرت لنا اياها؟ ايوه عندي اشياء جديده حلوه زي انا كذا، عندي اغنيه كمان اسمها شكلي. شكلي شكلي والله عنفوان عنفوان ماشي في نفس الخط. محمد ما يعني ما تفكر انك انت تطلع عن اللون الحجازي؟ ممكن انا خارج اصلا يعني، ما انت لهجة بيضة. هذا ما له دخل الحجازي، الحجازي البيور يعني لو بسمعكم حجازي ما حد حيفهم شيء يعني في الايقاعات القديمه. ايوه الايقاعات القديمه مع احترامي للشباب لانه ما في عليها توجه يعني. بس تجي ما تعتقد انه ممكن ترجع احد يحييها مره ثانيه؟ يحييها بس انا اقول لك زي مين، زي الاستاذ محمد منير مثلا، من عاد اللون النوبي القديم عادوا بطريقه حلوه جديده مختلفه ونجح اكبر جماهيريه الان في الوطن العربي. لما نحن نبغى نرجع اللهجه الحجازيه او اللون الحجازي الوضع ما يساعد، ما يساعد لانه اول شيء انت تحتاج اول شيء قوه ماديه اكيد في اشياء كثير. التسجيل اللي احنا بنسجله ترى اعتمادات شخصيه ماديه وفكريه برضه تحتاج. ايوه بالضبط. والله عموما محمد هاشم فناننا الجميل يعني اليوم اسعدتنا بالطرب الجميل، وان شاء الله راح نستضيفك اكثر من مره، نشوفك متواجد معنا وبإذن الله نشوفك في محافل كبيرة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، شكرا براد، وشكرا كابتن ريما، وشكرا للكواليس، وحب أوجه تحية لحبيبي صبري باجسير والأستاذة نورة
منيرة أكيد. منيرة الشهراني أكيد طبعا. الله يعطيها العافية. شكرا لك، شكرا لكم جميعا، نشكر وجودك ونشكر أيضا حقيقي الجهود اللي بتحصل تحت الهواء، وفعلا ما في شيء بيطلع بالساهل، في أمور كثيرة بيتعبوا فيها. نشكر فريق العمل، فريق إعداد ساعة شباب لهذه البداية الجميلة، ودائما إن شاء الله نكون مستمتعين ونقدم لكم كل ما هو جميل. عندكم إيميل البرنامج، إيش أرسلوا فيه؟ ارسلوا فيه اللي تبون، اللي في خاطركم، وتابعونا دائما على شاشة روتانا خليجية. لا تنسون في نفس التوقيت من الساعة 4 لين الساعة 5 مع كابتن ريما وطراد سندي ولم يا غالب، دائما تلاقون الجديد والممتع والمفيد والهادف والونيس. الأهم شيء الونيس. يعطيكم العافية. كنا معكم طراد سندي في ساعة شباب وكابتن ريما. لازم اللزمة. لازم. فمان الله. مع السلامة.